السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المنتجات احنا تعرفون كلها نبيع جملة، لكن المنتجات الطبية ومستلزمات الطبية مفرد، ما عندنا أي مشكلة. وبالإضافة إلى ذلك اليوم عندنا عرض شحن مجانا، هذا هو كيف إعادة تأهيل. يعني إذا واحد يريد مساج مثلا لليدين، أو مثلا في عنده مشاكل بالأعصاب، فهذا يحرك يديك بشكل أوتوماتيكي. يعني إذا عندك مشكلة بالإيد والدكتور قال لك لازم تحرك إيدك على طول مثلا، او مثلا اللي عندهم تلف بالاعصاب اللي كذا، انت لازم تسال الطبيب، شوف الطبيب شو يقول لك. احنا بالنسبه لنا هذا الجهاز هو عملك الاتي، انه يحرك اليدين فقط لا اكثر ولا اقل، بي اوتوماتيك تحريك وبي تحريك يدوي. تعالوا نشوفكم اياه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء عندنا هذا الجهاز. طبعا سابقا كان عندنا واحد باللغه الصينيه، بس ذاك يشتغل على الشحن، هذا يشتغل على الكهرباء فقط، وباللغة الإنجليزية مثل ما تشوفون، بس هذا يشتغل على الكهرباء مو على الشحن. هذه هي الشاحنة مالته. السعر نفس الشيء، 444 دولار، وشاحن مجانا جميع دول العالم. شكل الكهرباء مالته هذا. عندنا الكف، طبعا حسب الطلب ننطيك قياسات. يعني هسه هذا 2 اكسل، لازم تعطينا قياس يدك منا اللي هنا ومنا اللي هنا، ولازم تعطينا عمر الشخص ووزن الشخص على مود نعطيك الكف المناسب له. طبعا على فكره هو يشتغل بالهواء، هذه كلها انابيب توصل الهواء، فتجي انت تركب الانبوب بهالطريقه هذه. إذا تريد السحبة تضغط هنا وتسحب الأنبوب. الكيف هذا طبعا أكو يمين وأكو يسار على حسب الشخص اللي يريده. يعني هسه مثلا هذا يسار يتلبس بهالطريقة، اللي يريد يمين أكو يمين، واللي يريد يسار أكو يسار. يا الله، شلون يشتغل هذا؟ هذا يوصل هواء عبر هذه الانابيب وتتحرك الاصابع بهالطريقه. هسه راح نشغل لكم اياه، بس قبل ما نشغله راح نشرح لكم. لنفرض انه انا اريد اشغل 3 اصابع فقط، فاجي من هنا اوقف هذا اوقف هذا، فتشتغل بس 3 اصابع، او اشغلها كلها. يعني منا انت تتحكم بيها، منا تتحكم بها، اي اصبع تريده يشتغل، اي اصبع تريده يوقف، منا بس تقطع عنه الهواء هو بعد توقف. هذا بهالطريقه. هسه احنا راح نزعل. المنتج الجديد القديم كان به فقط كف، هذا هسه به شنو؟ هاي مال الكف الثاني. به هذا الكيس. هذا لحد الان ما اعرف شلون يشتغل، فانا وياكم هذا فشيء جديد، فانا وياكم راح نفحصه ونشوف. اعتقد انه هذا يسوي ضغط على الايد، يسوي ضغط بدون ما يحركها، يعني يضغطها بهالطريقه هذه. فاحنا راح نفحصه ونشوف شلون يشتغل. اما هذه فهذه هي ايد التحكم. تجي انت هنا تلبس هذه وتربطها هنا. يعني اذا واحد عنده ايد صاحيه او ايد عاطله يستخدم هذا الكف حتى يتحكم بالايد الثانيه. هسه تعالوا نشغل ونشوف. احنا عندنا نوعيتين، النوع الاول اللي شرناه سابقا اثنيناتهم نفس السعر، بس ذاك يشتغل على الشحن يصير برتقالي صغير، وهذا يشتغل على الكهرباء. هسه تعالوا نشغل. طبعا انا موصله ببطاريه خارجيه. هسه راح نشغل ونشوف. اول شيء عندنا يقول مساج.
طبعا يشتغل على الهواء مثل الكمبريسر. ما بين الأرقام؟ أي نعم. هسه ألبسه بيدي وأشغل الأزرار مالته ونعمل مقارنة بين هذا النوع وبين النوع السابق. النوع السابق نزلت الفيديو مالته بس للأسف انمسح من اليوتيوب، فنحاول نصوره مرة ثانية حتى نشوف أي واحد أفضل، هذا أفضل ولا ذاك أفضل. مثل ما قلت لكم باع منانة، انت تغير بالحركات مالته، يعني اذا تريد توقف اي واحد من الاصابع. بس انا شغلت اول واحد مكتوب عليه مساج. طبعا هذا انا وياكم جاي نفحصه، لان هسه وصلني من المصنع، الموديل القديم انا حافظه ومجربه، هذا الموديل الثاني. انا هسه خليته على مساج اوتوماتيك، شوف فتح وشويه راح يغلق اعتقد، نعم شوف غلق. هاي اوتوماتيك جاي يشتغل يعني ما اتحكم بي، بس مجرد اختاريت كلمة مساج من هنا. يعني هسه شوف انبساط وانقباض. هسه احنا راح نشوف بالله ممكن واحد يسرع العملية. طبعا منا تختار الحركة اللي تريدها، احنا بعدنا بالمساج بأول واحد وهاي تشغيل شغلنا، خلينا نشوف يصير أسرع اللي هو أوتوماتيك. ما يصير أسرع، هو أوتوماتيك. يعني أنت بس اختارت مساج هو أوتوماتيك يسد ويفتح. الجهاز ذاك الثاني يبقى يسد ويفتح، يسد ويفتح اسرع من هاي العمليه. فهاي اول فقره، اعتقد الجهاز ذاك افضل من هذا. خلونا نتابع الشرح ونشوف. لا هسه احنا على المساج، على فرق على الاولى. لا هذاك واحد فوق واحد تحت، هذيك الدرجه ما غيرتها. هذه ما في زر، هو بس هذا الزر نفسه يزيد وينقص. اوكي هسه هاي عرفناها انه يفتح ويسد. هسه نجي على اللي بعده، هذا كان مساج. هسه نجي على هذا، طبعا تايمر، يعني ممكن تقول له 3 دقائق 4 دقائق وبعدين يفصل. يعني 3 دقائق يشتغل 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 وبعدين يفصل. طبعا هو بيه كتالوج وتعليمات كامله على الكتالوج مالته باللغة الإنجليزية. هسه هذا المساج الأول بس يفتح ويسد، تمام؟ طبعا تريد اليمين أو تريد اليسار. بس هاي ما أعرف 3 دقائق، أعتقد 3 دقائق حسب ما واضح اللي هما ما كاتبين هنا. هاي عندنا المساج وقفناه، هسه نجي على اللي بعدها، اللي بعدها مكتوب أوتو. خلينا نشوف الاوتو شنو ونشغل. نفس الشيء، ماكو اختلاف قوي، بس اوتوماتيكيا يبقى يشتغل. هاي الثانية، خلينا نشوف الثالثة. الثالثة هي تزامن،
نشغله ونشوف شنو يعني يقصد. الثالثة مع هاي اليد، تفتح يفتح، تغلق يغلق. هذه ممكن تفيدك بمسك الأشياء، يعني لو فرضا أنت عندك شيء، عندك شيء وتريد تمسكه وهاي إيدك بها مشكلة، فممكن بهالطريقة هذه. طبعا سريع كلش، سريع الاستجابة. شوفون سريع الاستجابة كلش. هاي الفقرة كلش حلوة بهذا الجهاز، ذاك الجهاز ما كان به شيء، بي بس مو سريع الاستجابة بهالطريقة، يعني هذا حساس. هاي الفقرة بهالجهاز جيدة جدا، يعني ممكن انت مثلا تريد تمسك هذا الجهاز على سبيل المثال، فانت تغلق هاي ايدك وهذا ينغلق، عرفت شلون؟ تفتح ايدك وهذا يفتح. هذه فقرة جدا جميلة بهذا الجهاز، سريع الاستجابة جدا مثل ما تشوفون، كلش سريع. هاي الفقرة كلش حلوة، هاي الفقرة أحسن من ذاك الجهاز. نجي اللي بعدها اللي هي FM مكتوب. ها؟ لا. الاف ام ما جاي تستجيب، خلينا نشوف شنو هذه، احتمال تشتغل مع شيء ثاني. ما فيها ولا مصباح ولا شيء. من دا نضغط احنا على الاف ام ما جاي يشتغل المصباح مالته، فما نعرف شنو شغلته. اشتغل هسه، اشتغل الاف ام بس ما اعرف شو يسوي، خلينا نشوف. اشتغل بس الضوء مالته مو واضح. من شغلنا الاف ام اعتقد دا يشتغل على الحساس، لين نشوف انقبض ورا فتره طويله يلا انفتح. خلينا ننتظر ونشوف بالله شنو الفرق. هسه احنا مقارنه بين هذا الجهاز وبين ذاك الجهاز، انه فقط هذه اني تمسك الاشياء يعني بهذا اليد، الحساس اسرع استجابه، وطبعا ذاك شحن هذا كهرباء، فلحد الان يعتبر يعني منافسه. ذاك الجهاز انا اعتبره لحد الان اعتبر ذاك الجهاز افضل. لا مو خلاص، مثل ما شفتوا افضل شيء بهذا الجهاز هي هذه طريقه التزامن، هذا اليد مع اليد. راح نشغلكم اياه مره ثانيه. هذه افضل طريقه بهذا الجهاز، يعني انت راح يصير تختار هذا الجهاز او الجهاز ذاك البرتقالي على حسب الوضعيه اللي عندك، وضعيه اليد. يعني لو تحتاج شغلات مثلا بهالطريقة هذه، تتحكم بالإيد هذه عن طريق هذه اليد، فتختار هذا الجهاز. أما إذا تحتاج فقط مساج، ذاك الجهاز يعتبر أفضل. هذا الجهاز يشتغل على الكهرباء، أنا هسه عندي بطارية خارجية ومشغلة، وذاك الجهاز يشتغل على الشحن. فهذا الجهاز وذاك الجهاز كل واحد عمله مختلف، فحسب ما تريده أنت. طبعا سعر الجهاز 444 دولار، شحن مجانا جميع دول العالم. هذا هو الجهاز مثل ما تشوفون، وهذه الأزرار مالته. طبعا الجهاز ضمان لمدة سنة. صار عندنا جهازين، اللون ذاك النوع البرتقالي يشتغل على الشحن. بعدين راح ننزلكم الفيديو، نزلنا الفيديو بس انحذف للأسف، فانتظرونا ننزلكم ذاك الجهاز. طبعا هذا الجهاز على ذاك الجهاز، ذاك الجهاز الحلو به انه يشتغل على الشحن، ما يحتاج توصيل بالكهرباء. اما هذا الجهاز فاحنا وصلناه بالكهرباء باستخدام البطارية الخارجية. هسه راح نشوفكم. طبعا هاي البطارية الخارجية عبارة عن UPS متنقل جدا جميل، متوفرة عندنا.
كلش حلوه، كهرباء يو اس بي، عندك 220، عندك تايب سي 12 فولت. هذه الازرار من عته، واحنا كنا مشغلين هذا الجهاز هنا. الجهاز هذا جاي من معاه هذا الكيس، داخل مالته طبعا مثل القماش، وبداخله مثل البي في سي يعني او بلاستيك. لحد الان ما اعرف شلون يشتغل، تعالوا انا وياكم نفحصه ونشوفه. بسم الله. انا اعتقد انه واحد يخلي ايده بيدين، حتى شكله يوحي بهذا الشيء. تعالوا نجرب ونشوف شنو شغله. بدا ينتفخ. انا اعتقد انه هذا الاف ام اللي سابقا فحصناه هو يشتغل مع هذا، فهسه خلينا نشوف. بدا ينتفخ هسه حاليا، جاي ينتفخ ويفحص، بس ما جاي ياخذ، ما جاي يعني ياخذ انتفاخ هواي، ما اعرف ليش. اي شلون اخبارك؟ اي هسه انتفخ كلش، اختارينا مساج واختارينا اف ام، هسه ضغط على الايد كلش، ضاغط على الايد هسه، ضاغط على الايد كلش، شوفوا شلون منفوخ. يذكرني بجهاز الضغط. اوه جميل والله، كانما واحد يعمل لك مساج، كأنما واحد يعمل لك مساج يضغط على يدك بهالطريقة. هذا أوتوماتيكيا جاي يضغط ويفتح، يضغط ويفتح، كلش حلو. يعني هذا مساج على يدك بدون ما تحركها، يعني لو كانت يدك مثلا بيها مشكلة تريد لها مساج، يعني تحرك خلينا نقول الأوردة اللي بيها وكل شيء، يعني الأضلاع، شو يسمه، مو الأضلاع، الأوردة والشرايين وكل شيء، يعني تحرك الجسم، يعني الاعصاب، العفو، تحرك الاعصاب بدون ما تحرك ايدك. اذا كان عندك فد مرض هيك شيء فممكن بهالطريقه هذه، جدا رائع. هسه هو جاي يضغط على اليد ويفتح، يضغط على اليد، واضح منه. شوف هسه فتح، هسه فتح، هسه ورا شويه راح يرجع يضغط اوتوماتيك، هسه رجع يضغط، هسه رجع يضغط. اول مره اخذ القياس مال اليد وبعدين بقى يفتح ويضغط، يفتح ويضغط. احاول اطلع ايدي. هذا كيس هنا مثل البي في سي، شغله هذا الجهاز انه فقط يضغط الايد بهالطريقه هذه، يضغطها ويفتحها، يضغطها ويفتحها فقط. هذا طبعا يعتبر اضافه كلش حلوه، لان الجهاز القديم ما كان موجود به. طبعا هذه الاجهزه تحتاج الى استشاره طبيب، انا اوفر لكم الجهاز، اما المانيفيت وشنو استخداماته انت لازم تنعرض على الطبيب وتقول له انه ياسر بابا ناشر هذا الجهاز، انا ايدي بيها كذا كذا، هل يوالي ما هذا الجهاز؟ عرفت شلون؟ لان هذا تحتاج استشاره الطبيب. اما اذا فرض عمليه رياضيه، يعني انت عندك مثلا ايدك تحتاج فقط عمليه رياضيه، فما مشكله، ما ممكن يعني ما يحتاج لها استشاره الطبيب. لكن اذا عندك مشكله بالاعصاب او بالاورده او بالكذا، اي مشكله عندك تحتاج الى استشاره الطبيب على متأكد هذا الجهاز يناسبك ولا ما يناسبك. الى هنا ينتهي الشرح على هذا المنتج. مثل ما شفتوا يعمل بالكهرباء هذا الكف، وهذا هو الغطاء اللي تخلي بداخل اليد، فقط انقباض وانبساط. طبعا هذا الجهاز يعمل على الكهرباء، والجهاز اللي قبله يعمل على الشحن. لازم انت تعطينا قياسات اليد من هنا لهنا ومن هنا هنا،
وعمرك ووزنك على مود احنا نعطيك الجهاز اللي يناسبك ان شاء الله. وعندنا عرض شحن مجانا لجميع دول العالم، وممكن تاخذ قطعه واحده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم.